اثنين. السلام عليكم ورحمة الله. تحية نضالية للإخوان، تحية عالية عالية جدا. كما نقولوا قلتوها ودرتوها، يعني كنتو قررتوا أنكم غتنظموا الاعتصام ديالكم أمام النيابة ديال التعليم. ها الاعتصام أمام النيابة ديال التعليم في انتظار الإضراب على الطعام، كنظن ياك هذا هو اللي شي رسالة توجهوا لهاد الناس هادو اللي بغاو يحشموا. إذا بداية تحية عالية في إطار التسلية الوطنية. الناس كانوا متفائلين بمراكز الجهوية اللي فيها التربية والتكوين. لا يفوتني إلا أن نحيي جميع الأساتذة والأستاذات من داخل هذا الوطن الجريح على معركتهم البطولية وصعودهم في إطار الدفاع عن الملف الأطرافي ديالنا جميعا، واللي هو إسقاط المرسومين المشؤومين. اولا نحن كتنسيقيه محليه بالموقع الجديده ياتي المعتصم ديالنا الان امام نيابه وزاره التربيه الوطنيه تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني الاخير في التنسيقيه الوطنيه، والذي يدعو الى تجسيد المعتصم امام مختلف النيابات والاكاديميات عبر ربوع الوطن. لحد الان كل مراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين العدد ديالها 41 مركز هي كلها تجسد هذا المعتصم امام النيابات والاكاديميات. يعني هذا المعتصم هو على المستوى الوطني هو موحد زمانا ومتفرق مكانا، وهذا المعتصم هذا هو من ارقى الاشكال النضاليه اللي كنعبروا فيها من خلالها على الدفاع عن المطلب ديالنا اللي هو المطالبه بالاسقاط ديال المرسوم. اذا في اطار تعنت الحكومه المغربيه والدوله المغربيه في التعاطي الايجابي مع الملف الانقلابي ديالنا، نحن لازلنا مستمرين في معركتنا الوطنيه من خلال المعتصم الذي يجسد الان، ونحن مقبلين كذلك هذا المساء على مبيت الليلي امام المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين بالجديده، وليس فقط غير موقع الجديده بل جميع المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين بالمغرب ستجسد مبيت ليلي عبر ربوع الوطن في كل انحاء المغرب. يعني غادي 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 توج يوم الاربعاء كذلك باضراب انذاري عن الطعام لمده 24 ساعه، من خلاله ندعو الى كافه الجماهير الشعبيه وكافه الاطارات الجماهيريه والحقوقيه والجمعويه الى المشاركه الوازنه طبيعة الحال في المسيرة الوطنية الشعبية يوم 24 يناير 2016 بمدينة الرباط. إذا كان الكيران كيقول لكم رجعوا تقراوا. نعم. أش غتقولوا لي أنتم؟ اللي ممكن نقولوا له هو هذه فرقعات هو دائما تعودنا عليها من طرف
السيد بن كيران، حنا كنقولوا له راه ما راجعينش نقراو الا ما تسقطوش هاد المرسومين، وما غنرجعوش نقراو ولو تقول لي قلتي. ما كتخوفناش سنه بيضاء وما كتخوفناش سنه صفراء، بقدر ما نحن سنعلنها سنه حمراء. ملؤها الدم، ملؤها الشهاده في اطار الدفاع على المطلب ديالنا اللي هو اسقاط المرسومين. حنا بدورنا كنقولوا نيت راها سنه صفراء، لان النفاق السياسي ديال هذه الحكومه الحاليه هو اللي ادى بهذا الشيء كامل، وعصف بك العديد ديال المكتسبات للشعب المغربي. ممتحيه نضاليه من جديده نيوز الى الاساتذه المتدربين. شكرا لك.